الحميد محمد عبد الحميد. النشاط حضرتك قائم تخصصه ايه يعني؟ طبعت الاوفست بجميع انواعها، تمام المطبوعات الورقيه في كل المجالات يعني. تمام حضرتك بدأت تتعامل مع جهاز تنمية المشروع امتى؟ في 2014 2014. كان تطوير كنت عاوز ادخل امكانيه مكن جديد وكده، تمام اضافه او اجدد في المكن وكده، والحمد لله يعني. الحمد لله. كان اجمالي الكارد من الجهاز اجمالي كام؟ القرض كان 2 مليون. تمام. طب هل في مشاكل او حاجه دلوقتي قائمه مثلا في العمل، او اللي خلاك مثلا لجأت للجهاز يعني عموما؟ والله الجهاز هي كان تطوير ان انا اخش في مجال العلب وكده، فكنت بجيب مكنه لزق واجيب مكنه صباعة 4 لون يعني. بس انا تمام اخدت القرض، جبت اكتر من قيمته، وديت يعني ايه تمام خلت السيوله معايا شويه دلوقتي ايه قليله شويه وكده تمام يعني. طب التعامل مع الجهاز، انت اتعاملت يعني لما بدأت تركت بابهم هناك، هل في صعوبة لا، في الجهاز اجراءاته ميسره وتمت عن طريق البنك الاهلي بصوره سهله، ان انت بتقدم دراسه تمام وعندك ورق مستوفي وعندك الداتا اللي هو شغلك واوامر التشغيل. انا كان النشاط قائم من 2005، تمام فانا كان عندي داتا قويه حلو ان جدا انا الجهاز ما يبقاش فيه مشاكل يعني. تمام ومجال الطباعه بيسمح ان انت تستثمر من 100,000 لحد مليار جنيه يعني. تمام المجال يسع هذا رأس المال، ان انت تزود وتطور وتجدد فيه دائما، لان هو في كل سنه فيه جديد يعني. أكيد. هل في طلب حضرتك طلبه مثلا من هيئة الاستثمار او تخصص الاراضي؟ والله انا عايز حته ارض مثلا في حدود 2000 متر انقل فيها نشاطي، لان انا في وسط مثلا شبرا الخيمه كمنطقه سكانيه، تمام وعندي المكان في 3 فروع يعني جار بعضيهم، فان هو يبقى في مكان صناعي وفي الشغل دخول الشغل وخروج تمام الشغل في المناطق الصناعيه بيبقى ايسر واسهل، فعلا وبيبقى ان الشغل في مكان واحد بيبقى برضك بيبقى مجدي ومريح عن ان هو يبقى ايه في كذا مكان وكده يعني. تمام حضرتك بدأت كشغل بكم، وفرت كم وظيفة هناك في البداية خالص؟ والله احنا كنا في بداية النشاط 2005، انا وصل شغل عندي ان في 40 عامل موجودين، عامل موظف. بس تمام دلوقتي يعني ايه حاولنا في الفترة الأخيرة ان انا عندي مثلا 15 20 حاليا دلوقتي يعني. تمام ده غير مكاتب الدعاية اللي بتيجي تطبع عندي، ما هي دي يعني عمالة غير مباشرة. كل فعلا مكتب دعاية بيجي أو شركة بتيجي فيها كم من الموظفين، ففتح النشاط برضك بيوفر فرص عمل بطريقة غير مباشرة أكيد لأماكن أخرى تمام يعني. مكتب الدعاية فيها 4 5 وكده، فبيجي يشتغلوا عندي، فده برضك توفير عمالة بصورة غير مباشرة للأماكن الأخرى. تمام طب يعني جعلتك مثلا الزبون بيجي لحضرتك على لا، وجه التحديد؟ احنا الحمد لله احنا جودتنا نعتبر في المصاف الاول بالنسبه لجوده الطباعه. احنا برضك شغلنا كان مع شركات ادويه، البنك الاهلي، شركه يونيفرسال، اشتغلت مع توشيبا، اشتغلت مع كريستال عصفور تمام وكده. فاحنا من بدايتنا كان الجوده هي الاصل في شغلنا، تمام لدرجه ان انا بيجي لي شغل من سوق الطباعه اللي هو في الفجاله عشان الجوده هناك، الشغل سوقي انا تمام بيجي لي شغل من هناك بنفذه بجوده عاليه تمام الحمد لله يعني. الحمد لله.